السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالبات الصف التاسع في مادة اللغة العربية، واليوم بإذن الله نراجع سويا درسي المصادر والمنادى. عزيزتي الطالبة، لسلامة معلوماتك وفهم الدرس جيدا، انتبهي لمعلمتك، استعدي، ضعي كتبك وأدواتك بشكل منظم، واجلسي جلسة صحيحة، انطلقي، شاركي وأجيبي على الأسئلة. اللغة العربية هي لغة الحضارة الإسلامية. قيمة هذا الأسبوع هي الإيثار، وحكمة هذا اليوم: الإيثار دليل الإيمان، وفيه اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والآن نأتي إلى سؤال التهجئة. هيا عزيزتي الطالبة، فكري في هذا السؤال: ما سبب كتابة الألف اللينة مكسورة في كلمة كرة؟ هيا عزيزتي، ما سبب كتابة الألف اللينة مكسورة في كلمة كرة؟ بارك الله فيك، أحسنتي. لأن أصل الألف ياء، قرية. كلمة كرة جمع كلمة قرية. عندما نأتي بالمفرد نجد أن أصل الألف اللينة ياء. تدريب رفع الكفاءة: عين المنادى في الجملة الآتية واذكر نوعي. هيا بنياتي، اقرأي هذه العبارة: يا فاطمة انتبهي لمعلمتك. هيا، أين المنادى؟ أحسنتي، فاطمة. وما نوع المنادى؟ بارك الله فيك، نوع المنادى مفرد علم. مصادر الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية، وأيضا درس المنادى. أهداف درس اليوم: أتوقع منك عزيزتي الطالبة في نهاية الحصة أن تحددي المصادر بأنواعها تحديدًا صحيحًا، أن تعيني المنادى وتذكري نوعه، وأيضًا أن تعربي المنادى بأنواعه إعرابًا صحيحًا. أذكرك طالبتي أن لكل فعل لابد أن يكون له مصدر، فمثلًا مصدر الكتابة يكون فعله كتب، ومصدر الشرب فعله شرب، ومصدر التعليم فعله علم. إذن الأصل المصدر، ثم نشتق منه الفعل. فهنا يكتب الولد واجبا، نجد أن يكتب عبر عن حدث مقترن بزمن. أما كتابة الولد رائعة، نجد أن كتابة عبر فقط على حدث غير مقترن بزمن، وهذا هو الفرق بين الفعل والمصدر. إذن المصدر هو اسم يدل على حدث مجرد من الزمن. المصدر هو ما دل على حدث مجرد من الزمن، ويسمى المصدر بعدد حروف فعله. فإذا كان فعلا ثلاثيا سمي مصدره بالمصدر الثلاثي، وإذا كان فعله رباعيا سمي بالمصدر الرباعي، وهكذا. وقد درسنا أيضا أن المصادر نوعان: مصادر سماعية ومصادر قياسية. المصادر السماعية ليست لها أوزان وتكون ثلاثية، مثل صناعة، زراعة، طيران، صداع، رحيل، خضرة، صعود، نزول، حول. ونجد أن هذه المصادر عندما نأتي منها بالفعل الماضي نجد أنها ثلاثة أحرف، لذلك سميت ثلاثية، والمصادر السماعية دائما ثلاثية. أما المصادر القياسية هي المصادر التي لها قياسات معينة، وهي ثلاث أنواع: مصدر رباعي، ومصدر خماسي، ومصدر سداسي. المصدر الرباعي يكون ماضيه أربعة أحرف، أما الخماسي ماضيه خمسة أحرف، أما السداسي يكون ماضيه ستة أحرف. المصدر الرباعي له أربعة أوزان: عندما يكون الفعل على وزن أفعل يكون مصدره على وزن إفعال، وأفعل أيضا إفعل، وفعل تفعيل، وأيضا تفعل، وفاعل على وزن فعال ومفاعلة. وعندما يكون الفعل على وزن فعلا فيكون مصدره على وزن فعلل وفعلان. أما المصدر الخماسي يكون ماضيه خمسة أحرف، إذا كان مبدوء بألف وصل يتم كسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، مثل احترم احترام. وإذا كان مبدوء بتاء زائدة يكون نفس الحروف مع ضم الحرف قبل الأخير، تعلم تعلم. وإذا كان مبدوء بتاء زائدة وآخره حرف علة يكون نفس الحروف مع كسر الحرف الأخير، مثل تعالى تعالي.
أما السداسي يكون ماضيه 6 أحرف. الفعل على وزن استفعل يكون استفعال، مثل استخدم استخدام. وإذا كان معتل العين استفعل، مثل استفاد استفادة، استشار استشارة. وهذا هو ملخص المصادر. المصدر الرباعي يكون له أوزان معينة، وقد جمعناها في هذه العبارة: الإخلاص في مساعدة إدارة التربية والتعليم جهاد مستمر. الإخلاص إفعال، مساعدة مفاعلة، إدارة إفعالة، تربية تفعيلة، تعليم تفعيل، جهاد فعال. أما المصدر الخماسي 3 حالات: إما أن يبدأ بألف وصل مثل اتصال، أو يبدأ بتاء مع ضم الحرف قبل الأخير مثل تسامح، أو تاء مع كسر الحرف قبل الأخير مثل تحدي. أما المصدر السداسي مثل كلمة استنكار يبدأ بألف سين تاء غالبا. والآن طالبتي نأتي إلى التدريب الأول. هيا بنيتي استعدي لكي نجب عن التدريب الأول. والمطلوب منك في هذا التدريب أن تبيني نوع المصادر في الكلمات الآتية. هيا بنيتي، التفاهم هذا مصدر، ولكن ما نوعه؟ أولا نأتي بالفعل، نحذف الألف واللام، تفاهم، الماضي منه تفاهم. أحسنتي، إذن المصدر هنا بارك الله فيك مصدر رباعي على وزن تفاعل. تربية، نحذف الألف واللام، تربية، الماضي منه، هيا بنياتي أحسنتي، ربى، إذن أيضا هو مصدر رباعي على وزن تفعيل، بارك الله فيك. كلمة الطموح، هيا بنياتي نحذف الألف واللام، طموح، الماضي منه على وزن طمح، إذن هو مصدر ثلاثي على وزن فعول. أما كلمة الاستعداد، استعداد، الماضي منه استعد، إذن هو مصدر سداسي على وزن استفعال، بارك الله فيك. تحدي، هيا بنيتي، تحدي يبدأ بتاء ومكسور ما قبل آخره، إذن هو مصدر خماسي. تحدى، الماضي منه تحدى، إذن هو مصدر خماسي. اتصال، يبدأ بألف وصل، بارك الله فيك، أيضا هو مصدر خماسي، اتصل. الترجمة، ترجمة، هيا بنيتي، الماضي منه ترجمة، إذن هو مصدر رباعي فعلل، ترجمة ترجمة. الاستفادة، استفادة يبدأ بألف سين تاء، إذن هو مصدر سداسي، استفادة استفادة، بارك الله فيك، على وزن استفعل. الاحترام، يبدأ باحترام، هيا بنيتي، يبدأ بألف وصل، أحسنتي، احترم احترام، إذن هو مصدر خماسي. إقامة، هيا بنيتي، إقامة، الماضي منه أقام، إذن هو مصدر رباعي، أقام إقامة، على وزن إفعل. الصناعة، صنع، صناعة، مصدر ثلاثي، بارك الله فيك، على وزن فعالة، أحسنتي بنيتي. والآن أذكرك بأسلوب النداء. يتكون أسلوب النداء من 3 أقسام: أداة النداء، المنادى، جواب النداء. إذن يتألف أسلوب النداء من 3 أقسام: أداة النداء، المنادى، ثم جملة جواب النداء، مثل يا خالد أقبل. أنواع المنادى: يأتي منصوب ويأتي مبني على ما يرفع به. منصوب له 3 أنواع: منادى مضاف مثل يا قائد الفريق تقدم، منادى شبيه بالمضاف يا سائقا السيارة تمهل، منادى نكرة غير مقصودة يا مسرعا لا تتعجل. المضاف والشبيه بالمضاف، الفرق بينهم أن المضاف يوجد فتحة قائدا، أما شبيه بالمضاف قائدا، هذا هو الفرق. مبني على ما يرفع به مثل منادى نكرة مقصودة يا غلام انتبه لنفسك، نجد أن كلمة غلام ضمة، أما النكرة غير مقصودة مسرعا تنوين، هذا هو الفرق بين المقصود والغير المقصود. والمنادى علم مثل اسم شخص، اسم بلد، اسم شهر، يا أحمد حافظ على صلاتك. الإعراب، يا قارئ القرآن، هيا بنيتي ما إعراب كلمة قارئ؟ أحسنتي، منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فهذا النوع هو منادى مضاف لذلك يكون منصوب، أما يا حرف نداء مبني على السكون. يا أحمد، نجد أن يا نفس الشيء، حرف نداء مبني على السكون، أحمد منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا كنا منادى مبني على الضم؟ لأنه منادى علم، يكون إعرابه مختلف عن المنادى المضاف.
يا أيها المريض، نجد هنا أن المنادى يكون أيها وأيتها، لكن المريض هو نعت مرفوع دائما، وأيها وأيتها يكون منادى نكرة مقصودة، فنكون منادى مبني على الضم في محل نصب. أما المريض نعت مرفوع علامة رفعي الضمة. نأتي إلى التدريب الثاني. هيا بنيتي استعدي لإجابة هذا التدريب. عين المنادى وبين نوعيه في الجملة الآتية، في الجمل الآتية. هيا بنيتي. يا عابر الطريق احترس. عابر الطريق كلمة مضافة لكلمة أخرى وعليها فتحة، إذا هذا النوع يسمى أحسنتي، منادى مضاف. يا غلام انتبه لدروسك. يا غلام نكرة ضمة، إذا هي نكرة مقصودة. بارك الله فيك، منادى نكرة مقصودة. يا عائشة صلي فروضك. يا عائشة هذا اسم، إذا يكون نوع المنادى منادى علم. يا معلم، يا معلما الأجيال، معلما الأجيال كلمة مضافة لكلمة أخرى ولكنها منونة، متى تكون عزيزتي الطالبة هذا النوع من المنادى؟ بارك الله فيك، يكون هذا النوع هو منادى شبيه بالمضاف. يا قاضيا انصر المظلوم. يا قاضيا، هيا بنياتي هذه نكرة ولكنها مقصودة أم غير مقصودة؟ بارك الله فيك، إنها منونة لذلك تكون نكرة غير مقصودة. يا سائقا السيارة، كلمة مضافة لكلمة أخرى، سائقا السيارة ومنونة، إذا تكون أحسنتي منادى شبيه بالمضاف. يا حارس الأمة، يا حارس الأمة كلمة مضافة لكلمة أخرى ولكنها غير منونة، فتحة فقط، إذا يكون هذا النوع، أسمعك بنيتي أحسنتي، منادى مضاف. يا رجل ساعد الناس. يا رجل، بارك الله فيك، رجل كلمة نكرة وعلامة هذه الكلمة هي الضمة، لذلك يكون منادى نكرة مقصودة. الجملة الأخيرة، يا قطر رعاك الله. يا قطر هذا اسم، اسم بلد، لذلك يكون منادى علم مفرد. أحسنت يا عزيزتي. نأتي إلى التدريب الثالث. أعرب ما تحته خط في الجملة الآتية. هيا عزيزتي. يا عابر الطريق. هيا، ما إعراب كلمة يا؟ أحسنت. يا تعرب حرف نداء مبني على السكون. أما عابر، هيا بناتي، هذا النوع يسمى منادى مضاف، لذلك يكون إعرابه منصوب. أقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف. أما الطريق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. بارك الله فيك. النوع الثاني، يا غلام انتبه لدروسك. هيا بنيتي، يا نفس الإعراب، حرف نداء مبني على السكون. أما غلام، هيا بنيتي فكري معي، هذا النوع من المنادى ماذا يسمى؟ بارك الله فيك، يسمى منادى نكرة مقصودة، لذلك يبنى على ما يرفع به، فنقول منادى مبني على الضم في محل نصب. أحسنت طالبتي، بارك الله فيك. إلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.